إذن عن قرار إيران قطع الغاز المغذي لمحطات الكهرباء العراقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. يعني مع استمرار أزمة الكهرباء منذ 20 عاما وحتى الآن، ومع اقتراب أيضا فصل الصيف، إيران تضغط على حكومة السوداني بوقف توريد الغاز المغذي لمحطات الكهرباء. بما تفسر دكتور هذا القرار من قبل طهران؟ التحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله سيدي. مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق هي من أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق منذ الاحتلال ولحد الآن، والسبب الأساسي هو تعاقب الحكومات التي لم تأخذ على عاتقها مهمة إنجاز وضع الكهرباء في العراق باتخاذ إجراءات ضرورية لازمة، علما بأن العراق الآن يستورد الكهرباء والغاز من إيران منذ 16 عام وبأسعار تفوق السعر العالمي، والعراق ثاني أكبر دولة في العالم بكميات الغاز الذي تحرق في الجو، أي الغاز المصاحب لاستخراج النفط. للأسف إن عملية الفساد الإداري والمالي هي التي وجدت هذه الظروف من أجل أن تكون لإيران اليد الطولة في تدمير العراق وابتزاز الشعب العراقي في هذا المجال. على ذكر الابتزاز دكتور، يعني كما تعرفون هذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها إيران الغاز عن العراق. هذا الابتزاز السياسي هل يمكن وصفه بأنه محاولات إيران إبعاد بغداد عن محيطها العربي؟ هل تعتقد ذلك دكتور؟ بالتأكيد. بس هناك شيء أساسي، بأن إيران تعتمد على منح العراق الأسعار التي تعطى إلى إيران بمليارات الدولارات. يجب أن تكون بالعملة الصعبة، وهذا سبب أساسي لأن إيران تعاني حصار. أما السبب الثاني والذي ذكرته أنت هو أن العراق الآن بعد الاتفاقات واللقاءات اللي جرت بين المحيط العربي في الأردن مثلا، مصر والعراق. والأردن والعراق. هذه الإجراءات اتخذت إجراءات خاصة، وبالتأكيد أن مصر سوف تمد العراق عن طريق الأردن بالكهرباء، ولذلك الإيرانيين أصبحوا بين حافة شفا أنه ممكن إنهاء هذا الوضع، ولذلك انغمسوا في المزيد من ضرب الشعب العراقي في هذه الفترة لحين ما يتم تجهيز العراق بالكهرباء من مصر عن طريق الأردن. ولكن دكتور، من أيام وقع السودان اتفاقية مع إيران باستيراد الغاز لمدة 5 سنوات، أيضا السوداني في نفس الوقت يصرح بأن العراق سيصدر الغاز خلال 3 سنوات، كيف يمكن فهم موقف السوداني هذا؟ السوداني يعطي مواعيد ويذكر أنه دائما باتجاه تحسين الوضع وخاصة مع إيران، لكن إيران معروف جيدا مواقفها تجاه العراق منذ أن شن العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، كان موقفات وبالتأكيد أنها ضربت المجتمع العراقي من علمائه إلى ضباطه إلى مقاتليه بسبب من الحرب العراقية الإيرانية، ولحد الآن الإيرانيين لم ينسون هذا، ولديهم أشبه بالثار للشعب العراقي، ولذلك يجب أن ننتبه لهذا. بالنسبة لما قاله السيد السوداني أن هناك شركة غاز البصرة تعد في إنجاز معمل في هذا العام
أين هذا المعمل؟ معمل لإنتاج الغاز. نعم. إذا توفر هذا المعمل فنحن في غنى عن الغاز الذي ممكن أن يكون عن طريق إيران وغيرها. وهناك ضغط من الذيول ومن المتواجدين في المحاصرة الطائفية أنه يجب أن يكون موقفنا كعراقيين إلى جانب إيران. نحن نريد الاستقلالية ونريد السيادة الوطنية. نعم. بدلا من أن يكون علاقتنا بهذا الشكل الذي لا ننسى جيدا أن المشكلة الثانية هي مشكلة قلة المياه. إيران عملت من أجل إيجاد صيغة معينة لتحويل مجرى المياه التي كانت تصب في الفرات ودجلة إلى الطرف الإيراني، وهذا يعني أنهم يريدون سلب حقوقنا حتى القانونية والعالمية من أجل الحصول على الماء، والآن العراقيين يعانون من شحة المياه وقلتها وهي المصدر الأساسي. نعم. للزراعة وللإنسان. طيب دكتور محمد، بنظرة مستقبلية، تعتقد أن حكومة السودان قادرة بالفعل على الإيفاء بوعودها للنهوض بالقطاع الكهربائي، خاصة أن إيران تتحدث عن مديونية العراق لها بما يقارب 18 مليار دولار؟ أنا لست متفائلا بأن السوداني سوف ينجز كل الوعود التي قطعها في حكومته الحالية. وإنما كالسابق الحكومات السابقة أيضا عندما كانت تقر مشروع الحكومة لمدة 4 سنوات، نجد أن هذا البرامج الموجودة داخل السلطة وداخل الحكومة هي لصالح الشعب، ولكنها لم تنجز بسبب من الضغوط التي تمارس. وما كما قلت أن هناك أساسا وهو الفساد الإداري والمالي. متى نتخلص منه ومن هذه الحكومات التي هي تملك السلاح والميليشيات، سيكون العراق بألف خير. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.